السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة RTS World Gaming. في مرسي بول سابقا، النهاردة إن شاء الله نتكلم عن حقبة العمال في السلسلة بتاعتنا، في سلسلة أنو 1800. إحنا زي ما أنتم شفتوا الحلقة اللي فاتت، بدأنا نبني المدينة بتاعتنا بس بأسلوب مظبوط شوية، بحيث إن إحنا نحافظ على الاقتصاد بتاعنا إيجابي. لو تفتكروا إحنا آخر حاجة وصلنا لها ان احنا بنينا مباني الطوب الاحمر دي عشان خاطر بقى نبدا ايه نظبط المباني اللي هنحتاجها في مرحله العمال. مرحله العمال بقى دي ليفل تاني بقى، غير المرحله اللي هي بتاعه الفلاحين اللي احنا ابتدينا بيها، كانت بسيطه جدا ما فيهاش غير بس مزارع البطاطس على الماده الكحوليه اللي بيصنعوها من البطاطس، على حاجات بسيطه كده السمك والخشب، ده الحاجات البيزكس الاساسيه. النهارده بقى هنتكلم عن مرحلة متقدمة بقى شوية، المرحلة دي هتكون الكرينة. كل دي هدايا، شكلها حلو هدايا. المرحلة بقى دي هتتكلم عن العمال. العمال بقى طبعا مرحلة متقدمة شوية، الورك تشين بتاعتها أكتر، الاحتياجات بتاعت الناس هتبقى أكتر، الالتزامات الاجتماعية هتزيد. نبدأ نشوف بقى إيه الحاجات اللي إحنا هنحتاج نعملها في المرحلة دي، خاطر نحافظ على التوازن بتاع المدينة بتاعتنا. وفي نفس الوقت ان شاء الله النهاردة ممكن نبدأ نعمل اول اكسبانشن لينا، او نبدأ بقى نوسع الجزيرة دي بجزيرة تانية ان شاء الله. بس اول حاجة انا عايز اقرب الاسطول بتاعنا هنا. نجمع الاسطول كله، عايزين بقى نبدأ نبص بصة كده ايه المنطقة دي مالها. في ضغط هنا زي ما انتم شايفين، ده ان شاء الله هنبدا نعليه النهارده. بس احنا امبارح قلنا ان هو هياخد مينتينس كوست 50، يعني تكلفه التشغيل 50 بالاضافه ل 20 طوب. طب هنسرع ثواني، دي معانا 17 طوب اهو لحد ما يبقوا 20. نحل المشكله دي الاول، بعد كده ايه نبدا ايه نكمل بقى. انا عايز احل المنطقه دي لان المنطقه دي عايز انساها شويه، لان احنا هنضغط عليها كمان، يعني المخزن ده احنا نبدأ نجيب له شغل اكتر من كده كمان. الفترة الجاية هنضغط عليه لان احنا هنوسع هنا المنطقة دي، هيبقى في مباني تانية وتالتة ورابعة. المنطقة دي هيبقى فيها اكتر من مبنى صناعي او مزرعة، فهيبقى الشغل عالي زي ما انتم شايفين اهي. خلاص كده بقت متاحة. نرجع السرعة نورمال عادي، هنبدأ نعمل ابجريد. تعال نبص كده، هو مش بس بجريد هيفتح خانة جديدة، لا بجريد كمان هغير شكل المبنى، هيديله ستايل تاني. ده اللي هنشوفه دلوقتي، شايفين المبنى بقى حاجة تانية خالص، شكله اتغير تماما. في نفس الوقت بقى زادت اللي عدد الرافعات اللي هي الرافعة دي، احنا شايفين هي دي اللي بتفضي العربيات دي. ماشي كده زادت واحدة، بقى تلات عربيات بيفضوا في نفس الوقت. طبعا هتفرق معانا في التوقيت جامد، بس بتحس بيها دلوقتي، بس بيها بقى لما يبقى عندك اكتر من مبنى شغال بنفس الستايل ده. حبيبي شكرا، انا بلعب اللعبة دي من بدري على فكرة. بس اول مرة اخد خطوة في ان انا اعمل لها لايف وكده يعني. تمام، احنا كده طورنا المخزن. نبدأ بقى نشوف ايه اللي علينا بعد كده. خش بقى نشوف بقى مرحلة العمال، المباني اللي فيها، وكل مبنى من المباني دي هنقدر نعمل بيه ايه، او نستفيد فيه بايه، او هيفيدنا بايه في المدينة، هيفيد الناس بايه. ده اللي هنبدأ نشوفه مع بعض دلوقتي. عندنا هنشرحهم كده ايه واحدة. اول حاجة عندنا الطريق زي ما انتم شايفين، ده طريق جديد، نوع جديد من الطريق زي ما انتم شايفين، بيسرع العملية بتاعت العربيات مثلا، عملية النقل شوية، وفي نفس الوقت بيدي شكل كويس للمدينة. طبعا لو استخدمناه هنا هيسرع نسبة السرعة بتاعت العربيات دي في نقل البضايع، بس بنسبة بسيطة، بس هتفرق يعني، لو في الآخر هتفرق معانا جامد يعني. هو مش ملل على قد ما انت ممكن تستم اللايف يعني.
الفكرة كلها في ان انت مثلا في اللعب دي طبعا بتحتاج ساعات ساعات من اللعب. هي بقى الفكرة عشان ما تملش لازم تحط لنفسك تارجت مثلا في اللايف بتاعك انك تعمل ايه اللايف ده، بحيث برضو الناس برضو ما تزهقش، فانت عارف انت اللايف ده الهدف معين، لان اللعبة اصلا اوبشناتها كتير وهدفها كتير جدا جدا جدا. احنا اللايف بتاعنا النهاردة مثلا كمثال هنتكلم عن فئة العمال، بحيث نشرح برضو فئة العمال ونجربها لايف قدام الناس، الناس تبدأ تعرف فئة العمال ايه هي ويعرفوا كيفية التشغيل بتاعتها، لان الورك تشين او سلسلة الاعمال بتاعت كل فئة مختلفة عن التانية ومحتاجة شرح لوحدها. فلو اشتغلنا الجيم ميكس كده مش هنحل حاجة ومحدش هيفهم حاجة. فانا قلت اخدها ايه بقى خطوة خطوة كده، ان شاء الله هنشرحها مجموعة مجموعة وازاي تتحكم فيها يعني. لان انت عارف طبعا لو انت لعبت لعبة زي دي طبعا قبل كده اكيد انت لعبتها، فعارف ان كل مرحلة عايزة ليها صعوبات غير التانية وليها قصص تانية كتير. كله دلوقتي هو بيبعت لي طلبات توسعة، هم دلوقتي بيعملوا طلبات توسعة. طب هو بيبعت لي ليه؟ ان انت شريكه الدبلوماسي في الخريطة او في المنطقة دي مثلا، انت دلوقتي معاه دبلوماسيا فلازم برضو يقول ايه انا هاخد الجزيرة دي ما اعرفش ايه. نفس الكلام معاك، انت لما تيجي تاخد جزيرة هتأثر على العلاقة الدبلوماسية بينك وبين جيرانك، ده موضوع طبيعي على فكرة حتى في السياسة الواقعية كمان. فانت ما تستغربش من الرسائل اللي كل شوية بيبعتوها لك، تحس ان هما بيستأذنوك قبل ما ياخد الارض. هو بيستأذنك ان انت جار الدبلوماسي ما بينك وبينه علاقات اقتصادية. دي بقى برضو ممكن النهاردة ان شاء الله نتكلم عنها حاجة بسيطة، ازاي تظبط العلاقات الاقتصادية بتاعتك. ماشي، خلينا بقى نرجع هنا تاني. طبعا كل مرحلة البيوت بتحتاج ماتيريال معينة، مواد معينة عشان خاطر تتبني. المرحلة دي المرحلة الأولى كان ألواح الخشب بس وفلوس، المرحلة دي هتحتاج ألواح خشب وطوب أحمر، وهكذا في المراحل اللي بعد كده هيبدأ يطلب منك حاجات كتير. خلينا دلوقتي نبدأ كده إيه، إحنا خلاص بنينا الطوب الأحمر وبنينا لهم الأكل بتاعهم اللي هو السوسيس، أنتوا شايفين هما بيعملوه طبعا من لحم الخنزير ملهاش دعوة. بنينا المزرعة بتاعة الخنازير وبنينا المجزر كده، خلاص بقى عندنا المصدر الاكل ده بقى موجود. زي ما انتم شايفين هنا لو نبص في المخزن زي ما قلت الحلقه اللي فاتت، اهم حاجه السهم يبقى بالاخضر، يبقى عندك فايض، ما يبقاش عندك الحاجه بتقل بس، اهم حاجه يبقى عندك فايض. طول ما انت عندك فايض بزياده خلاص انت كده في امان، لكن لو الحاجه بتقل والناس بتستهلكها كتير لازم تظبط النقطه دي بالذات، عشان دي اللي هتبدا تخسرك الناس. تمام، نبدا ايه بقى نشوف اللي بعد كده. عندنا بعد كده حاجه اسمها اول تريد يونيونز، اتحاد التجار يعني بالعربي بتاعنا بالعاميه على طول يعني. اتحاد التجار ده بقى بيعمل ايه؟ ده مبنى بتضيفه داخل منطقه صناعيه، زي ما انتم شايفين كده في دايره حواليه. طب الدايره دي ايه لازمتها؟ المبنى ده بتشغل جواه زي ناس، الناس دي كل واحد بتشغله ليه خصائص معينه. ساعدك الكاميرا فصلت، اظبطها تاني وارجع لكم. اهلا، طيب ماشي، احنا ممكن نشيل الكاميرا خالص عشان ايه طالما فصلت، نكمل عادي اللايف بتاعنا. ماشي ماشي، احنا وصلنا دلوقتي ايه لايه المركز بتاع التجار ده. ماشي، احنا هنبني واحد تجريبي دلوقتي، هو هياخد مننا تكلفة تشغيل 50، هي برضه مش هتبقى ظابطة معانا بس ماشي. خلينا نشرحه كده احسن كروكي عشان ما بوظليش الميزانية. المبنى ده بتضيف جواه بتشغل جواه ناس، كل واحد من الناس اللي انت بتشغلهم جوه المبنى ده ليه خصائص معينه. زي ايه مثلا؟ زي الاستاذ اللي انا اوريها لك دي، يعني مثلا دي شخص اهو ممكن احنا نشغله، بس دي طبعا مش للتريد يونيون، دي لمبنى تاني في البحر، بس ده كمثال يعني. انتوا شايفين هنا لما بتشاور عليها بيقول لك بقى هي هتديك ايه، يعني هنا عندنا الميزه اللي هي هتديها لنا اللي هي دامج سلو داون، يعني سالب 40%، يعني لما دي هنركبها مثلا في سفينه والسفينه دي هتبدا تضرب حد مثلا هتعمل له سلو داون 40%، هتبطئه 40%، يعني اول ما السفينه تضرب تبطئه 40%، يعني ميزه اديتك، ميزه هي اديتك ادفانتج. نفس الكلام بتشيل الشخصيه دي وتركبها جوه التريد يونيون، بس مش ده طبعا التريد يونيون اللي احنا لسه ما بنوش.
فبتديك مميزات. طبعا هنعرفكم الحاجات دي كلها بس ايه واحدة واحدة. عندنا بقى دلوقتي النقطة التانية المهمة في مرحلة العمال هي العيش. العيش بقى هنا مرحلة المراحل الصناعية كترت، كان عندنا بس مرحلة واحدة وبتاخد المنتج. دلوقتي عشان ناخد المنتج زي ما انتم شايفين عندنا محتاجين قمح، والقمح نحوله دقيق والدقيق نحوله عيش. يلا بينا ندوس في السلسلة دي. ماشي، أول حاجة نبص كده بس ايه مزرعة القمح دي محتاجة ايه. محتاجة 20 فلاح و20 تكلفة التشغيل. بسم الله يلا بينا نبني لها بقى البلوتس بتاعتها. بفضل اخليها شكل مربع زي كده. كده بقت 100 100. تبدأ بقى تشتغل بالكفاءة بتاعتها. عندنا بقى رقم 2 طحونة. نبدأ بقى نطحن القمح اللي هيطلع. زي ما قلنا خلي بالكم من البالانس. البالانس عندنا الرصيد بتاعنا بقى موجب 15، قل طبعا. لو بنينا المخبز، المخبز عايز تكلفة تشغيل 60، هنبنيه ونشوف بقى المخبز الدنيا هتضرب معانا ازاي. بسم الله شايفين بقت سالب 45. يلا بقى بينا بقى ايه نتعلم نحل المشكلة دي ازاي. حلو المشكلة دي بإن أنت تزود عدد السكان. نبني بلوك سكني تاني في المنطقة دي كده 100 100. مش هتبدأ بقى تشوف البلوك السكني ده هيزود الرصيد بتاعك ازاي. زي ما شايفين كده الرصيد بيزيد، كل ما بيجي لك ناس جديدة الرصيد بتاعك بيزيد وهكذا. الناس الجديدة دي الخدمات اللي هي محتاجاها موجودة، الرصيد بتاعك يزيد أكتر. اديتهم خدمات ترفيهية، الناس دي تدفع فلوس أكتر وأكتر كمان. زي ما شايفين كده ظبطنا المعادلة بتاعتنا. بقى الرصيد بتاعنا موجب 22 كده، احنا ماشيين 100 100. وبنينا السلسلة الجديدة. السلسلة الجديدة قمح، القمح الطحن يبقى دقيق، والدقيق يتخبز يبقى عيش. كده احنا ايه ماشيين في السليم. طبعا هو لسه مش هيشتغل دلوقتي لأن لسه ايه المزرعة بتنتج. لو سرعنا شوية الجيم هتلاقي العربيات بتتحرك بين التلات بيوت دول، ما بتروحش المخزن وترجع. ليه؟ لان مفيش فائض لسه. شايفين عربية القمح راحت الطحونة، عربية الطحونة راحت المخبز. كده المخبز هيبدأ يشتغل. بس الموضوع سيمبل، بس هي الفكرة انك تفهم الدنيا ماشية ازاي. يعني ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده يروح فين وده يجي منين. هتلاقي انت خلاص كده فهمت بقى ايه، خلاص بقت تلقائي بقى. الناس محتاجة عيش، خلاص انت عارف هتعمل ايه. الناس محتاجة سمك، عارف هتعمل ايه. في الفلوس عندك في النازل هتعرف تعالجها ازاي. بس طبعا ما اوعى اللعبة دي بالذات، لانه اكبر تشالنج فيها، اكبر تحدي فيها هو تحدي ان انت تحافظ على البالانس بتاعك موجب. من اكبر التحديات في انه من اكبر الصعوبات اللي بتقابلك ان انت الرصيد بتاع البلد بتاعك يضرب. ضربت اقتصاديا انت وقعت، لان هي اللعبة اعتمادها كامل اقتصادي. وعلى فكرة اللعبة دي علمتني حاجات كتير جدا في الاقتصاد انا ما كنتش اعرفها. يعني هي اللعبة ممتازة. في مهمة نسيناها خالص. ماشي ماشي، الاخت دي كانت عايزة حاجة. deliver to sir Archibald Blake's lighthouse in collection. Is it impolite to ask if you have finished? اوكي، هناخد حاجة من المنطقة دي او من عند الشخص ده وهنسلمها للمركب دي. طبعا المهمات الدبلوماسية دي برضو حاول ما تتجنبهاش. يعني هي قدامها تلت ساعة، عرفت تخلصها وانت شغال تمام. معرفتش انت مثلا مركز في تخطيطة معينة في المدينة، برضو ايه ما تنساش، لان دي برضو هتظبط لك العلاقة الدبلوماسية. العلاقة الدبلوماسية بقى بتريحك في ايه؟ لما يكون عندك منتج فائض وعايز تبيعه، مين هيشتري منك؟ هي الناس اللي معاك في الخريطة دي. فلازم علاقتك تبقى بيهم كويسة عشان خاطر تعرف تبيع المنتج الزيادة عندك، تزود الدخل بتاعك. ده حاجة. الحاجة التانية لما يكون في قراصنة مثلا او اعداء، كل ما اعدائك كتروا في اللعبة كل ما انت الضغوطات زادت عليك، مش هتعرف مثلا تظبط الدنيا بتاعتك اقتصاديا وكده. وانت في حالة حرب، حالة حرب محتاجة اقتصاد قوي، فلازم يبقى عندك اقتصاد قوي عشان خاطر تقدر تخش معركة زي ايه المعارك دي.
او حرب عامة في انه بتبقى محتاجة اقتصاد اقتصاد يعني. دي واحدة كده، نبص على حاجة تانية كده. السفينة تيجي هنا نستلم بقى ايه الحاجة اللي المفروض او الطرد اللي المفروض نوصله. هي دي سيستم المهمات هنا تقريبا 90% ديليفري. احنا جينا اهو، هو تقريبا احنا هناخد العكس. العكس يا جماعة، معلش انا اسف، هي اديتنا الكتاب وعايزانا نوصله هناك، احنا مش هناخد حاجة من هناك. هي اغلب بقى المهمات زي ما بقول لكم كده، هتاخد حاجة من مركب توديها مدينة او من مدينة توديها المركب، وتاخد نقط او تاخد فلوس او تاخد هدايا زي الاشخاص اللي احنا بنشغلهم في التريد يونيون والحاجات دي. انا بقى ممكن اعمل حركة حلوة. بلاش، لا بلاش دلوقتي، ماشي خلاص. احنا بنينا المخبز صح، تعالوا بقى نشوف فئة الناس دي عاملة ايه في المدينة عندنا، ايه الاخبار عندكم رجالة، ايه الدنيا. ماشي زي ما انتم شايفين كده، الخدمات اللي هو محتاجها كلها تمام. الماركت مية مية، سمك وصل له السمك، لبس راجل مستور والدنيا تمام، سوسيس بياكل والدنيا مية مية، العيش وصل سخن وزي الفل. في عندنا اوبشنين تاني بس لسه ما اتفتحوش، وهي الصابون والمدارس. طيب ده بالنسبه للاحتياجات الاساسيه يعني اللي هي لازم عشان الشخص ده يعيش عندك مية مية ويدفع لك الضرايب بتاعتك. طب الهابينس بقى، السعاده دي بقى بتخليه يدفع اكسترا من بمزاجه بقى، يعني مش غصب عنه، دي بتخليه يدفع لك فلوس زياده بمزاجه. طب ايه بقى اللي يخليه يدفع زياده بمزاجه؟ مشروب الكحولي بتاع البطاطس موجود مية مية، البار موجود اهو زي ما انتم شايفين ومظبط الدنيا. طالما اخضر الطريق كده يبقى البار ده واصل الافكت بتاعه او التأثير بتاعه على الطريق ده كله. كده الدليفري وصل زي ما انتم شايفين، شايفين وصلت ايه هنا، بيأكد عليا انت عايز تسلمني المهمة. مية مية، خدنا 4300 فلوس حلوين اوي. والدبلوماسية طبعا بيننا وبين الاخت الصينية دي تمام. خلينا بس نكمل النقطة دي، ماشي خلاص. في دي السعادة بقى اللي بتخلي الناس تدفع بمزاجها بقى، يدفع لك وهو ايه متكيف. هو هنا بقى محتاجين كنيسة. طيب تعالوا نشوف بقى متطلبات دور العبادة اللي هم عايزينه او الكنيسة. طبعا زي ما انتم شايفين كده 200 كوست تكلفة التشغيل كده مبدئيا، بسم الله الرحمن الرحيم 50. طيب حلو، عندنا متغطية ليه؟ لان احنا عندنا 153، فالدنيا كده معانا متظبطة تمام. بالنسبة للتكلفة فلوس 2500، معانا 72000 مية مية. 20 خشب، معانا الخشب معانا 75 مية مية. 25 طوب لسه متجمعين حالا اهو. طيب عندنا دلوقتي مشكلة، لا مش مشكلة دي كده مشكلة، لا مش مشكلة خلاص هنبنيها هنا بالطول. كنت عايز ابنيها بالعرض بس لا مش هتيجي معايا، بس هنبنيها بالطول. نبدأ بقى نشوف بقى البالانس بتاعنا هيبدأ يزيد. 103 اول بقى ما دور العباده ده يبدا يشتغل، ده بقى ايه الفلوس بقى بتزيد معاك لان انت خلاص عملت له خدمه من الخدمات اللي بتخليه سعيد. خدمات بقى الاجتماعيه، تمام وشغال زي ما انتم شايفين برضو نفس الكلام ونفس المميزات الرائعه اللي موجوده في انه ان هو بيديك تفاصيل جوه كل بيت رهيبه. انتوا شايفين كده الناس بتصلي وناس بتعزي، حاجات رائعه الصراحه. تعالوا نشوف الرجاله اللي هنا ايه الاخبار يا شباب. كده اهو الهابينس زادت 7. 7 دي هتفرق معاك مجرات قدام. طيب عندنا بقى دي البير اللي هو الشعير بقى او البيره، لسه قدام بقى لسه مفتحتش. طيب احنا ممكن نعمل ايه دلوقتي؟ احنا عندنا 120 فلاح ملهمش شغل، ممكن بقى نبدأ نعلي الطبقات الاجتماعية بتاعت الفلاحين دول ونخليهم عمال. هيدفع اكتر وفي نفس الوقت هتستفيد منه حاجات تانية زي ما انتم شايفين كده. وصلنا 191 وهتزيد 199، كل ما عدد العمال هيزيد هتزيد. ليه؟ لان كل فئة بتدفع اكتر من التانية. الفلاحين بيدفعوا طبعا مش زي العمال، والعمال مش هيدفعوا زي اللي بعد كده.
تمام. عندنا الاخت الصينيه دي بتعرض علينا دلوقتي انها هيبقى بيننا وبينها تريد رايتس، هو ده بقى اللي بقولك عليه. احنا عملنا لها مهمه ووافقنا على التوسعه اللي هي طلبتها، فالدنيا بيننا وبينها دلوقتي بقت 100 100. هي دلوقتي طالبه ان يبقى بيننا وبينها تريد رايتس، حقوق تجاريه يعني او اتفاقيات تجاريه. خلاص هي كده بقى هتبدا تبعت السفن بتاعتها، تبدأ تبعت السفن بتاعتها لمينا عندي، وتشوف لو انا ببيع حاجة فايدة عندي هتشتريها. مش ما ببيعش مش هتشتري، بس هي السفينة بتاعتها خلاص كده ايه، السفن التجارية بتاعتها هتلف على المدن بتاعتك مدينة مدينة. فانت كده خلاص كده انت بدأت تظبط الدنيا تجاريا، تفرق معانا جامد. المرة اللي فاتت احنا قلنا المهمات بتجيلك من كذا اتجاه، يا اما الشخصيات اللي معاك في الخريطة، يا اما المدينة بتاعتك هنا الناس بتاعتك بتطلب منك مهمة زي المهمة دي. تعالوا نشوف الناس بتاعتنا عايزين ايه. Find and collect old Harold. هندور على واحد عجوز اسمه old Harold. ايه ده سبحان الله، انا لسه بحرك الماوس لقيته تحت الماوس. شايفين المهمة؟ شايفين عامل ازاي؟ حاجة بسيطة جدا انت اصلا ما تاخدش بالك منها. غالبا المهمات اللي الناس بتطلبها منك بتكون جوه المدينة. هيقول لك مثلا في حيوان تايه مني، بقرة هربت، معرفش ايه، هتدور له عليها وتجيبها من وسط الناس، من وسط المدينة بتاعتك زي كده. اولد هارولد موجود مرتين اهو، واحد اهو وواحد اهو. جبنا اولد هارولد زي الفل 100 100. ده بقى واحد من الناس اللي احنا نقدر نستخدمهم في التريد يونيون، في اتحاد التجار اللي انا قلت لكم عليه. طب تعالوا نشوف مميزاته ايه. زي ما انتم شايفين كده الراجل ده هيخلي المينتين كوست تقل 30%، هيقلل تكلفة التشغيل. ده انت برنس، ده انت كده ايه وفرت لنا فلوس، بالاضافة لان هو هيديك اللي هو الصابون الخام اللي هو بيطلع من الجيلاتين بتاع الخنازير او الدهن بتاع الخنازير تقريبا. زي ما انتم شايفين يعني الراجل ده كده 100 100. الراجل ده هيدينا افكت ايه بقى، سلوتر هاوس. زي ما انتم شايفين كده تحت كلمة تريد يونيون اللي في التفاصيل بتاعته في كلمة افكتس سلوتر هاوس، يعني ده بيأثر بس على المجازر. يعني انا مثلا هبني هنا اهو تريد يونيون، يلا نعملها تيست بقى لايف. بنيت انا ايه مركز التجاري صح؟ الفلوس عندنا كام؟ 213. حلو الكلام. السلوتر هاوس ده بياخد 200 كوست كام؟ 80 زي ما انتم شايفين هنا. هي بقى دي المعادلة، بتقوم انت مشغل الراجل ده اهو، انا هشغلك يا عم عندي في المنطقه دي، والسلوتر هاوس ده المجزر ده جنبك. شوف بقى انت هتعمل لنا ايه في المجزر ده يا عم الحاج، احنا عايزينك تقلل التكلفه بتاعته وهي دي شغلتك. تعالى خلاص ركبناه. زي ما انتم شايفين البيت ده نور لبني، يعني الشخص ده عامل افكت على المبنى ده. تعالى نشوف بقى، كانت 80 بقت 56. هي بقى دي فكره التريد يونيون، الاتحاد التجاري. انت هتستخدم فيه ايه؟ هتستخدمه في انهي مكان؟ الشخصيات اللي انت اللي معاك ايه مميزاتها؟ تبدا بقى تستخدم الحاجات دي. ممكن تستنى المهمات تديك الشخصيات دي، او تروح تشتريها من الاشخاص او المدن الثابته زي المدينه دي مثلا من الخانه بتاعت ايتمز. بيظهروا هنا يعني غالبا بيبقوا هنا، انت بتعمل ريفرش من هنا، بس الريفرش ب 5000 وهيظهر لك هنا ناس. ده واحد بيبيع اهو، ده برضه بيبيع برضه نفس الكلام. هتلاقي هنا عندها حاجات دي، واكتر مكان في لعبة انو 1800 هتلاقي فيه الاشخاص دول هو السجن. شايفين ده السجن اهو، شايفين بقى نفس الشخص اهو، بس هنا بيأفكت حاجة تانية. هنا افكتس بيكري يعني بيأثر على المخابز وهكذا بقى. انت بتبدأ تشوف ايه اللي مناسب ليك وبتبدأ تجيبه. زي ما انتم شايفين كده لودينج سبيد ده بيتحط في السفن التجارية، يعني مثلا لو انت في سفينة تجارية انت سايبها اوتوماتيك خلاص تاخد منتج من عندك وتروح تبيعه في حتة تانية اوتوماتيك. في اوبشن ده بتعمله هنعرفه قدام مع بعض ان شاء الله في الحلقات الجاية، بتخلي السفينة التاجر خلاص اوتوماتيك، انت بتديها خط السير وبتديها المنتج وهي بتعيش. ممكن تحط لها واحدة زي الست دي كده اللودنج سبيد تبقى 15%. ليه؟ لان السفينة مثلا بتيجي تقف قدام المينا بتاخد دور كده وتحس ان في لودنج طويل شويه، ده بيبقى غصب عنك مش بايدك، ما انت بتحكمش فيه. هي بقى هتسرع لك اللودنج ده 15% وهكذا. تبدا انت بقى تشوف الشخصيات دي نظامها بتتغير كل فتره، يعني كل شويه هتيجي هتلاقي الاشخاص دي اتغيرت.
هي دي بقى فكرة التريد يونيون، الاتحاد التجاري أو اتحاد التجار ده بالبلد يعني. فدي حاجة كده لذيذة يعني، هتفيدك جامد قوي لما المدينة تبقى كبيرة. تبدأ انت بقى ايه، ده برضه هنشوف مع بعض قدام. هنبدأ ايه مثلا، احنا دلوقتي عندنا مزارع خنازير، هنفرض ان هي مزارع السوسيس، ما بحبش اقول الخنازير، تمام، مزارع السوسيس. هنعمل ايه في مزارع السوسيس دي؟ قدام هيبقى عندك سكان كتير قوي، فهتحتاج كميات كبيرة، فهتبدأ تبني بدل المزرعة دي 5 و6 وممكن 10 و20 كمان. فتبدأ بقى تستخدم التريد يونيون ده بانك تحطه في وسط المباني دي بس. خلاص انا التريد يونيون ده انا هحطه يأثر بس على المزارع بتاعت السوسيس، فابدا بقى اجيب له الناس بتاعت السوسيس. تلاقي مثلا نفسك بدل ما بتعمل افكت على مبنى واحد والمبنى التاني في الناحيه التانيه، لا انا جمعت كل البيوت في حته في دايره واحده وحطيت لهم تريد يونيون اتحاد تجاري واديته كمان الافكت المناسب. هتبص تلاقي نفسك فرقت معاك في الفلوس، فرقت معاك في الانتاجيه، على حسب بقى الشخص اللي انت ايه حطيته وبيعمل ايه مع المبنى ده وبيديك بونص ايه. يعني زي مثلا الشخص ده اللي احنا عاطينه هيدينا بونص الصابون ده، بس احنا طبعا عشان لسه ما فتحناش الاوبشن ده فهو جاي مختفي شويه. لو الموضوع مش مفهوم او في حاجه انا بقولها مكلكعه قولوا لي يعني. واللي عنده برضه اي سؤال يسال يا جماعه، معاكم في اي اسئله. ماشي خلاص كده احنا وصلنا للبيت الخامس تقريبا او السادس اللي هي التشيرش، كنيسة أو دور العبادة اللي هما كانوا طالبينها. خش على حاجة تاني بعد كده اللي هي السيلز، الأشرعة بقى. طب الأشرعة دي هو فتحها لي ليه؟ طالما فتح لك الأشرعة يبقى أنت كده يا معلم دخلت على مرحلة إنتاج السفن أو صناعة السفن. ده بقى الليفل اللي جاي دلوقتي، هنبدأ نصنع سفن. كل ده في مرحلة العمال، العمال بقى داخلين علينا إيه دخلة جديدة زي ما أنتم شايفين كده. نبدأ بقى نشوف إيه تاني في الأوبشنات مفتوح. طبعا اللي بعد السيلز سمول هاربور، مينا صغير. المينا الصغير بقى طبعا هو مديك هنا انك تقدر تبني مينا صغير بالدفاعات حربية. خلاص بقى انت خلاص بدأت تخش في الجد دلوقتي، بدفاعات حربية سمول شيبينج يارد تبدأ تبني بيه سفن. شيب يارد ده عندك بعد كده تصنيع الحديد، شايفين بقى الورك تشين كبر بدل 3 بقى 4 اهو. الصابون زي ما انتم شايفين خلاص اتفتح اهو. في بقى حاجة اللي هي بتتاخد من مزارع خنازير وبتصنع بيها الصابون. بعد كده عندنا المدافع فورك تشين اكبر 4 برضو. بعد كده عندنا الديكورات بقى. خلينا دلوقتي كده يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده بداية عندنا 184 عامل. خلاص نقدر بقى نشتغل في سكة العمال دي شوية. انا مش عايز ابني اشرعة دلوقتي لسبب ان انا الصوف بستخدمه في صناعة اللبس، فلو بنيت اشرعة هياخد من الصوف اللي انا بستخدمه في اللبس، اضطر ان انا ابني صوف اكتر وقصة تانية اكتر هتكبر عليا العملية شوية. خلينا نبني الاساسيات يعني، نخش في الصابون على طول او الحديد. خلينا في الحديد عشان الحديد بيحتاج عمال. مش هنبدأ بقى ندور على منجم حديد ومنجم فحم. هو في بداية احنا مفيش مناجم فحم متاحة. تبني زي مكان كده بيجمع خشب وبيبدا يحول الخشب ده لفحم. ده منجم ايه ده بقى؟ نشوف المنجم ده بحيث نبقى كل حاجه جنب بعض. خلاص منجم حديد اهو 100 100. خلاص كده حطينا منجم الحديد، حطينا المبنى اللي بيجمع الفحم. كده ناقص حاجه واحده بس اللي هي التشغيل بقى بتاع الاتنين دول، نربط بقى الحاجات دي كلها ببعض. نبدا نبني المخزن اللي هيبدأ يربط الدنيا دي كلها ببعضها. خلينا في خارج المنطقة اللي بيجمع منها الفحم. ماشي ده مناسب كده. ربطنا مبنى الفحم بالمخزن وربطنا المنجم بالمخزن وربطنا بقى المخزن بالمخزن الرئيسي عن طريق الطريق الكبير. كده الموضوع بقى ايه متظبط كده ومية مية. تمام كده ده بقى نشوف اللي بعد كده ايه. خلاص كده بقى ايه هو يبدأ يشتغل دلوقتي مع نفسه. خلينا بس نشوف ايه اللي كان ناقص، حاجة تانية ناقصة. خلاص الفحم والحديد
ابدأ بقى يتحولوا لحديد صلب. حديد خام؟ لا ده حديد خام هيتحول لصلب، والصلب بقى نحوله بقى لحديد بقى متشكل للأعمال لأعمال البناء والكلام ده كله. طيب هنبني ده 200 كوست، تكلفة تشغيل 100 وعمال 100، يعني بصوا خبطة جامدة أوي دي. نخبط الخبطة دي 100 100. فاضل بقى عندنا بقى المصنع الكبير بقى اللي هو بيشكل بقى الحديد الخام أو الصلب ده، بيشكله للحديد القابل بقى للاستخدام في البناء بقى والكلام ده كله. طب ماشي، ده نظامه ايه بقى؟ ستيل ووركس برودكشن. ده عايز 200 عامل يا جماعة. لا الموضوع كبر كده، بس عبال لما دول كده يبدأوا يشتغلوا شوية نبدأ بقى نبص بصة كده على المدينة الجميلة بتاعتنا، ان احنا محتاجين نزود السكان تاني. خلاص بقى احنا كل ما انت بتكبر في المجالات بقى الصناعية وفي الكلام ده كله هتبدأ تحتاج سكان اكتر. انا بحب اشتغل بنظام البلوكس ده، انتوا شايفين البلوكات دي، لغاية ما تبدأ المدينة تشد حيلها. بعد كده بقى ابدأ العب بقى اعمل اشكال في البنى، اشكال بقى في البيوت، اشكال في كل حاجة. تمام كده، عايزين بقى نشوف بس ايه، ما ننساش الطلبات الاساسية. نرجع لأقرب مخزن ونبص على الطلبات الاساسية. السمك ستيبل، يعني بدأ يبقى فيه استهلاك اكتر، عايزين نظبط الموضوع ده. كحوليات شغالة تمام، اللبس شغال 100 100، اكل السوسيس شغال جميل، العيش بدأ يزيد اهو، احنا كده ماشيين 100 100. يعني الزيادة السكانية الاخيرة دي كان بلوك اللي بنيناه ده، البلوك ده قصدي اسف، شغال كده 100 100. عندنا ايه تاني بقى دلوقتي؟ مش عبال ما البلوك ده يشد حيله كده هنبدأ بقى نسرع العملية شوية. بقى ايه، اصلح الكاميرا بتاعت الكاميرا دي في ثواني. في مشكلة في الكاميرا بقى، بس نبقى نصلحها بعدين يا جماعة عشان ايه ما نضيعش ايه وقت اللايف. ماشي، احنا بس في حاجة انا نسيت ان احنا نكملها، واللي هي ايه بقى، ان احنا قلنا هنبدأ نتوسع في جزيرة جديدة. هو خد الجزيرة اللي جنبي على طول، يعني هو قمة البرود. فين ده؟ ياه
طريق طريق. The idiot is back. Oh, oh heavens, I thought you were the photographer. A fire broke out. بدنا نلحق الحريق ده قبل ما يبوظ الدنيا. هو بوظ الدنيا بالفعل، مش لسه بوظ الدنيا. بس هي غلطيت انا يا جماعة، لان انا اللي نسيت خالص. طبعا دي خساير كده، انا نسيت. لازم طبعا اي منطقة صناعية لازم تحط فيها مطافي. مطافي بقى طبعا خدمة استهلاكية، عشان كده الواحد بينساها. هي هو بياخد فلوس، ما بيديكش انتاج، هو بس هي بينقذك. لسه البيوت دي فيها نار. مش عايزين الانتاجية دي تقف خالص. ماشي، نبدأ بقى. ايه تاني؟ السفينة دي كده جاهزة معاها شغل اهو. احنا محتاجين جزيرة فيها فلفل احمر. الجزيرة دي فيها فلفل احمر، ودي فيها فلفل احمر، ودي فيها فلفل احمر بس صغيرة. دي ما فيهاش للأسف، ولا دي ولا دي. انا بقول دي كويسة، دي ودي الاتنين دول كبار وكويسين جدا. دي كبيرة بس برضو التقسيمة بتاعتها لا، فيها حلو، فيها مسطحات كبيرة. ماشي خلاص، احنا نيجي ناخد دي ان شاء الله. حركة السفينة بس يا رب نلحق قبل ما يجي حد ياخد المنطقة دي قبلنا. خلينا نبدأ من انهي شط. متقلقش يا عم، انا هاجي اعالج الريونز دي، لان الشط ده اقرب. خليك سريع بقى مان، قبل ما نلاقي واحد تاني جه اخد الجزيره دي اصلا باللي فيها. ده بقى نعالج بقى مطرح الحريقه اللي جت الجميله دي. نبدا نشوف المشاكل اللي هتقابلنا بقى. خلاص دي حاجه بقى اتعلمنا، ان احنا بعد كده فاير ستيشن دي حاجه اساسيه. خلاص نحتاج فاير ستيشن هنا كمان، لان المنطقه دي بقى اكتر منطقه معرضه لل هدوس بلاوي، مش حريق بس، بلاوي. احتياطي بقى عشان المنطقة دي هيحصل فيها درمغة بعد كمان ما نبني المصنع الكبير. بس عايزين المركب ده يشد حلو ويلحق يوصل الجزيرة دي قبل ما نلاقي حد عسكر فيها. خلاص، في عندنا أي مهمات هنا؟ مفيش أي مهمات حاليا. تمام، احنا كان اخر حاجة عملناها بقى في مرحلة العمال دي كانت الحديد. ضلنا بقى اوبشن واحد، واللي هو ده ده المنتين كوست 200، تكلفة التشغيل 200، وعايز 200 عامل. طب لازم نوفر بقى المتطلبات دي الاول بقى يا جماعة. واحدة واحدة نبدأ بقى نعلي البلوك ده كامل. عندنا 144 عامل وهيزيدوا دلوقتي، وبقى عندنا الرصيد فوق 200 كده. احنا ماشيين كويس قوي. بيس ستيشن نحتاجها دي. اهم حاجة المنطقة اللي هيأثر عليها قد ايه. هنا احسن ولا هنا يا جماعة؟ اعتقد هنا.
ممكن نشيل الطريق الجانبي ده الطريق الجانبي ده ونبنيه هنا. لا مش هيجي خالص. هو مكانه هنا كويس. دي خدمة من الخدمات الأساسية برضو اللي لازم تكون موجودة، مش هنقدر نضحي بيها يعني. عندك بقى فيه في النازل في النازل في النازل تقريبا كله في النازل. البطاطس عندنا فايض، سمك عندنا فايض، بس ستيبل كل ده بقى ايه اللي جاي قد اللي رايح. احنا برضو لازم ايه، عايزين ننسى المكان الموضوع ده. في نفس الوقت عايزين نوصل 200 عامل، احنا عندنا دلوقتي 176 وبيزيدوا. بيزيدوا بنسبة كويسة تقريبا. محتاجين الصابون، الصابون بقى اللي نسيناه خالص. ماتيريالز بقى ايه، حديد. لسه يا جماعة وصلناش. مصنع الحديد ده اللي عامل لنا الأزمة دي. خلاص احنا ما عندناش عمال كفاية، بس في نفس الوقت نقدر نبني المصنع وهيشتغل بالعدد اللي موجود لحد ما الدنيا تتظبط أكتر يعني. خلاص كده مصنع الحديد أهو هيبدأ بقى ياخد الماتريالات من المخزن ويبدأ يشتغل دلوقتي. ممكن نديها بوست خفيف. مركب وصل. طيب نرجع رجلور تاني. بسم الله. خلاص كده احنا خدنا مدينة جديدة يا جماعة. نبدأ بقى نشوف ردود افعال اصدقائنا الدبلوماسيين ايه بقى دلوقتي. ماشي نديها تخطيطة سريعة كده. منطقة واسعة نقدر نبني فيها المدينة دي، لأنها تبقى مدينة صغيرة لحد ما، بس ايه برضه هيبقى اسمها مدينة. ماركت بليس زي ما اتعودنا. تمام نبني هنا ايه بلوك سكن صغير كده خالص. حلو اوي. بص الناس دي كده تبقى عايزة تاكل. دي السمك، دي الخشب. ده الطبيب ده بتاع السمك. بس كده الناس دي هيبقى عندها لحد ما الشرب بتاعها، الاكل قصدي اسف، لسه الشرب بقى بس مش هنوفره دلوقتي. خلينا بس الاول نركز في المدينة الرئيسية. احنا حجزنا خلاص المكان اللي هناك ده لان احنا هنحتاجه، هنحتاج الموارد اللي فيه جدا كمان. تمام. كده ماشيين كويس قوي. Look busy people. خلاص الانتاج الحديد كده بدأ يشتغل زي ما انتم شايفين فوق هنا. خلاص اهو بدأنا ايه، بدأنا نستقبل الحديد. بس كده يا جماعة احنا ماشيين صح، احنا كده ماشيين صح. ماشي نبدأ بقى نشوف الموارد الأساسية اللي عندنا اللي بدأت تنزل. الصوف عندنا بدأ يعلى لكن اللبس لأ. خلاص يبقى احنا كده محتاجين مصنع لبس، لأن احنا عندنا الصوف كفاية لكن اللبس لأ. طب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ماشي نبني واحد هنا. محتاج عمال، نزود سكان، دي بلوك كمان، نقفل بلوك، البلوك متصل.
هيبدأوا بقى الفلاحين يجوا دلوقتي. ماشي 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 خلاص، نبدأ بقى نأكد هنا خلاص. مصنع الملابس ده هيبدأ يشتغل، هو يبدأ يظبط الدنيا بتاعته. عندنا هنا ايه تاني؟ الأسماك هتبدأ تنزل على فكرة. احنا 72، احنا المخزن بتاعنا 75، لازم تبقى مركز مع الأرقام. ابني أسماك تاني، ماشي كده الأسماك هتبدأ تزيد. عندنا ايه تاني؟ كحوليات، مشروب كحولي من البطاطس. ماشي، احنا عندنا اصلا البطاطس في زيادة ولا لأ؟ ممكن نبني مزرعة بطاطس تاني. ده هنا قبل الآخر كده، عندنا شمال يا جماعة، عندنا شمال. مش عايزين بقى نشوف الخدمات اللي مش واصلة هنا. بلاش تاني بقى، اوكي ما جاي لك البطاطس ومستعجلة ليه؟ تمام تمام تمام. دي سفينة تجارية، دي هنلاقي لها استخدام كويس دلوقتي. خلينا الأول هنا، يعني عندنا طوب احمر تاني ده برضه هنبدأ نستخدمه. تمام، بدأنا نقول نستقبل الحديد، هنبدأ بقى نبني المباني اللي احنا كنا محتاجينها عشان ننتج الصابون. صابون ماشي، خلينا ندي هنا بس شارع كده. ده انا اللي غلط، الصابون محتاج المبنى ده مش محتاج ده. ماشي، عامة ده الخام وادي المصنع. ماشي، عندنا ايه بقى المشكلة دلوقتي؟ هو العاملة قليلة. طيب تمام، نديهم بقى شوية دعم. شوية محتاجين حاجات. بصوا عندنا دلوقتي عجز في الاتنين، لازم نحل المشكلة دي دلوقتي قبل أي حاجة تانية. فنبدأ نوقف الشغل كله، نبدأ نشوف الناس دي
ناقصها ايه؟ سمك بنينا بسمك زيادة، لبس بنينا لبس زيادة، فهتتحل المشكلة دي بالنسبة للنزل كده. بقى عند فئة العمال ايه بقى المشكلة دلوقتي؟ هي الصابون، الصابون الصابون شايفين اهو بدأنا نعالج الفلاحين، موضوع الفلاحين ده بدأ يتعالج اهو، فاضل بس موضوع لحظة واحدة بس نعالج موضوع الشاشة ده. ماشي كده تمام. الورك فورس تبدأ تزيد اهي بس بسيط، ممكن نعلي بيت واحد هيحل المشكلة دي. كده احنا حلينا مشكلة العمالة 100%. خلاص بقى نبدأ بقى ايه دلوقتي نوازن بين الفئات اللي موجودة والمتطلبات بتاعتها. يا نهار ابيض ايه ده، شايفين عربيات قد ايه مستنية دورها؟ 5 عربيات مستنيين دور و3 عربيات بيفضل، متخيلين الرقم؟ المخزن ده عليه ضغط جامد، الناس دي بتسبلنا دول. بالنسبة للعيش يا جماعة ايه الأخبار؟ مستقر، سوسيس مستقر، معنى كده ان في استهلاك زاد عن اللي احنا كنا فيه اخر مرة. ماشي انا موافق، اللبس هيبدأ يزيد بس مش دلوقتي، مؤشر يختلف هو والسمك بس مش دلوقتي. ممكن بقى نستغل الوقت ده في ان احنا نعلي المخزن هنا، ولا نعلي ايه بالظبط انا مش عارف. هنا اللودينج رامز بلس 1 وهيدينا مساحة تخزينية بلس 75. ماشي طالما مش هيكلفنا 200 كوست خلاص كده احنا علينا المخازن كلها 75، بالاضافة ان احنا زودنا محطات التنزيل اللي موجودة جوه ايه المنطقة دي. زي ما انتوا شايفين كده بقوا 3 شغالين اهو، الدنيا تبدأ تظبط معانا واحدة واحدة. هنا ايه تاني؟ حديد يبدأ يزيد اهو، صابون بدأ يزيد واحدة واحدة، عشان كده هتلاقي البالانس بتاعنا بقى بلس 300 اهو. خلاص الناس دي كلها العمال دي الوركرز وصل لهم الصابون، فخلاص بقى دي خدمة أساسية فهيدفع فلوس زيادة. خلاص أنا هدفع بقى الضرايب بتاعتي كاملة بقى، شايفين اهو هيبدأ يدفع أكتر بقى، بيدفع فرد 35، فرد في الفلاحين بيدفع 10. هنا الدنيا ايه تمام ولا ايه؟ نعلي الهابينس هنا عشان ما يحصلش هنا قلق. هنا بس محتاجين شوية، نديهم مزرعة بطاطس واحدة
جنب المخزن كده اللي هنا. اللي جابك هنا منظر. وادي المعمل الناس اتبسط. ينفع فاير ستيشن تاخدوا بالكم الفلوس اللي جمعناها في المدينة التانية هي اللي بتصرف على المدينة دي دلوقتي. نديهم بلوك تاني سكني نشد كده حواليهم طريق. تبدأ بقى تعلى نسبة السكان في المدينة دي. والسمك مش كفاية شكله بس بيزيد. جايلك دلوقتي عمال كتير جيش لسه مديك دفعة حلوة هنا. هو بدأ يوصل لهم الأكل والشرب اللي محتاجينه بداية من السمك يعني. مية مية خلاص كده دي تحولت لقرية. تمام نبدأ بقى نحل مشكلة العمال هنا. أول مرة بنغير شكل الفلاج شيب بتاعتنا دي حاجة شياكة كده. ليش الستايل ده حلو. ماشي احنا كده حلينا مشكلة العمال هنا. كده المنطقة دي هتبدأ تشتغل الفاكشناليتي بتاعتها بكامل المميزات والاحتياجات يعني. فاضل لهم بس حتة العمال بقى الصوف لبس. طيب بقى استنوا عليها شوية لان انتوا هنا الدنيا عندكم واقعة خالص. بس نظبط هنا عشان الدنيا دي برضه ما تسحش مننا الناحية دي. شايفين بقى الاسهم كلها في النازل اهي. في هنا درمغة حصلت. عندك القمح والدقيق مفيش. يبقى احنا محتاجين زراعة قمح. نفس الوقت عندك السمك بيزيد. المشروب الكحولي ما بيزيدش. البطاطس بتنزل. اللبس مستقر. خلاص هننسى اللبس شوية. السمك هننساه خالص. خلاص ظبطناه. سوسيس محتاجين كده مزرعة بيجز. اوكي ممكن نشد دي دلوقتي كده. 30 فلاح و 40 200 كونست. تمام ماشي معانا دي في بيتها دي يا رجالة في بيتها. طب لا استنى استنى مكنتش عايز كده انا. ناخد كوبي يا جماعة. ناخد كوبي من البيت اللي قبليه. خطوة هنا ممكن بقى احنا نعمل حركة حلوة. حركة جدعانة مني. نبني له مخزن هنا تاني. خلاص نبدأ بقى نوصل المخزن ده بالطريق ده. اللي عايز من هنا يوصل هنا يودي واللي عايز يودي هنا يودي. خف الضغط شوية عن المخزن الكبير. ممكن ننقل مزرعة البطاطس دي هي والمعمل اللي هي جنبه ممكن ولا ايه؟ ممكن. لا مش ممكن. هنقلها دلوقتي. ليها دلوقتي. ماشي مبدئيا كده يا جماعة احنا النهاردة يعني دوسنا شوية في مرحلة العمال جامد يعني. بس برضه مش هطلع منها او مش هعلي عنها غير لما نظبط المنطقه خالص ونظبط الدنيا بتاعتها خالص. طبعا ده اللايف كان ده اللايف بتاع النهارده. حاجه كده بسيطه ان احنا لسه راجعين نعمل لايفات تاني. ان الواحد بقاله فتره كبيره فعلا ما بيعملش لايفات او بيطلع. فانا قلت النهارده ان شاء الله اطلع كده ايه ونعمل لايف كده بسيط. وبرضه عشان احل مشكله الكاميرا كمان المره الجايه ان شاء الله. اتمنى يكون اللايف عجبكم النهارده والناس تكون استفادت. واللي حابب يسالني عن اي حاجه خاصه بلعبه انو بالذات يسال.
وانا عناية ليه ان شاء الله اجاوبه واقدر افهمه وابسط له الفكرة بتاعت اي مشكلة تقابله في اللعبة دي. ده بداية بالنهاردة يعني. ان شاء الله الحلقة الجاية هتكون يوم السبت ان شاء الله، نفس الميعاد الصبح كده بإذن الله الساعة 8:30 كده مثلا 9، وهنكمل فيها مرحلة العمال دي ونشوف هنقدر نحل الأزمات اللي قابلتنا دي ازاي الباقية، يعني اللي هي خاصة بقى بالموارد اللي ضربت مننا دي لما زودنا عدد السكان. ده كله هنبدأ نصلحه ان شاء الله مع بعض يوم السبت بإذن الله بإذن الله يعني. أتمنى يكون اللايف عجب الجميع، انتظرونا ان شاء الله في لايف جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش دعمنا الشير واللايك والسبسكرايب والفولو على تويتش يا ريت يعني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام يا شباب.